اليوم الرابع، الأفراخ بدأت تنام بأرضية الحوض، وأعتقد راح تموت بسبب الحوض البلاستيكي. مرحبا شباب، اليوم حبيت أصور لكم بيوض الجولد فيش بعد مرور 48 ساعة عليها. مثل ما تلاحظون، مثل ما قلت لكم، أول شي كانت البيوض لونها شفافة ما بيها أي لون. ورا 48 ساعة بدأت تاخذ اللون الحليبي الغامق، بدأت تتكون عليها مثل الشعيرات الأشنات، من ما يدل على تلقيح هذه البيوض. الآن بدأت تتحول، والبعض منها بدأ يتحول إلى اللون الأسود أو الرصاصي. هذا دلالة على وجود أفراخ بيها. هاي البيوض كلها ملقحة. هاي تثبت نظريتي أنه البيوض اللاصقة التي التصقت هي بيوض ملقحة، وهذا الدليل مثل ما تشوفون جميع البيوض اللي على الجدار تحول لونها إلى الرصاصي أو الأسود، وهنالك بيوض ما زالت باللون الأبيض اللي مثل اللي أنا مركز عليها. هسه راح أشر لكم عليها، هي هاي بيوض غير ملقحة، وأنا متأكد 100% هاي بيوض غير لاصقة، يعني لا يعني لم تلتصق بالقعر، فهذه بيوض على الأغلب راح ما تفقس. وهذه من البيوض الشفافة أيضا سوف لن تفقس على الأغلب اللي بالقعر. أما بهذا الحوض الثاني، هاي بيوض الأورنجة اللي أنا صورتها لكم مقطع فيديو، ما شاء الله بيوضها زينة، عددها زينة وكلها ملقحة، نسبة قليلة جدا غير ملقحة. وراح أشوفكم إن شاء الله أفراخها هالمرة، يمكن راح تنجح، لأني قمت باستبدال المي بنفس الطريقة مع اللي شوفت لكم اياها التصوير السابق، بدون وضع هواء لهذه البيوض، وإنما فقط قمت باستبدال المياه. كلها بيوض ملقحة، وإن شاء الله راح تنجح هذه الطريقة وتفقس، وإذا نجحت هم راح أصورها وأعلنها لكم. هذا كل حبيت أصور لكم إياه، تحياتي، إن شاء الله يعجبكم الفيديو. الآن بعد 58 ساعة بدأت عملية التفقيس. أعتقد أني أول واحد أصور عملية تفقيس أفراخ الأورندا، يعني شعور كلش حلو. وأني هسه الآن دا أنتظر هذا الفرخ، أول فرخ يطلع من البيضة. أول ما يخرج ديله يحاول يتخلص من البيضة. بدأت عملية التفقيس بالضبط بعد 58 ساعة. أما بحوض الجولد فيش فهنالك بعض الأفراخ أيضا تحاول الخروج من بيضتها. مثل ما تلاحظون بدأت تتحرك، ما شاء الله أغلب البيوض ملقحة، والدليل لونهن أسود، أما اللون الفاتح الأبيض الفاتح فعلى الأغلب سوف لن تفقس. بعد 64 ساعة تقريبا جميع البيوض فقست، إذن هالمرة نجحت عملية تفقيس أفراخ الجولد فيش والأورندا في الأحواض البلاستيكية. مثل ما تشوفون تقريبا 80% فقسا، وباقي عدد قليل من البيوض مثل هذه البيضة ما زالت تنتظر تفقيس. أما على العموم
نسبة التفقيس سمينا عندي 90%، أكثر من 90%. أما بحوث الأورندا، الأورندا تأخرت عملية التفقيس مع العلم نفس الوقت تكاثرن، هذا يدل أنه أفراخ الأورندا تفقس بوقت أطول. يعني الآن 64 ساعة، بعد 72 ساعة فقصت جميع بيوض الأورندا. ما شاء الله هالمرة الأعداد عالية جدا. صحتهم هم زينة، نجحت عملية التفقيس. اليوم الرابع الأفراخ بدأت تنام بأرضية الحوض، وأعتقد راح تموت بسبب الحوض البلاستيكي، ولهذا أنا ما أشجع على مكاثرة أفراخ الجولد فيش بالحوض البلاستيكي. وهذا همين أيضا للاحظ اكو هلاكات بالقعر.